الدور اللي كنلعب هو الدور ديال عبد القادر، هو اجون دو سيكوريتي خدام في ان سونتر كوميرسيال. يلاه بدا حياته، يلاه تزوج، يعني ابخي واحد علاقه حب. ولكن المشكل اللي كيلقى في يعني من بعد واحد الوقت في العمل ديالو هو مشكل، يعني بحال قلتي في مواجهه السلطه كيوقع ليه مشكل، كيغير ليه المسار ديال الخدمه ديالو، كيخرج من الخدمه، كيتغير حتى في العلاقه ديالو ديال الحب. يعني هذا الزواجيه من بين انسان اللي باغي اللي كيطمح انه يغير حياته ويبني مستقبله، في نفس الوقت كتواجه واحد الاكراهات ديال الخدمه ولا ديال احيانا ديال الواقع اللي صعيب. والتعامل مع المخرج هو تعامل اللي مزيان، ديجا خدمت مع فوزي بن سعيدي، دونك كاين واحد المستوى ديال التفاهم، كاين مخرج اللي كيعطيك فرصه باش تبدا باش تعطي الراي ديالك، والخدمه كدوز في هذه السلاسه يعني في واحد التواصل مستمر. بصراحة كل واحد عنده طبيعة ديالو، السينما بوحدها والتلفازة بوحدها. أنا خدمت بزاف السينما قبل ما ندير التلفازة، التلفازة تقريبا هاد السنين الأخرى عاد ركزت بزاف على التلفازة، وكنظن أنا كل واحدة عندها لو شارم ديالها كيفاش كيقولوا، كل واحدة عندها طريقة العمل ديالها، بجوجهم يعني كيتكاملوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.